السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل قرص الفلاح الطريه. هنعملها كده في فرن البوتاجاز، هتطلع معاكي ناجحه وممتازه من اول مره، وزي ما انتم شايفين هتطلع معاكي بالجمال ده. طبعا عملنا معاكم قبل كده على القناه، عملنا كده جميع انواع القرص، زي القرص الناعمه والقرص الطريه والبكاكيني والكماك واللي هي القرص المنفوخه واللي هي القرص اللي هو العيش الفينو، وعملنا كمان جميع انواع اللي هي الباتيهات زي اللي هو الكرواسون بالشوكولاته والباتيه بالجبنه والعيش الفينو. عملنا كده، كانت الطرق كانت ناجحه وممتازه معانا من اول مره، طبعا كله جربها وشكر فيها وكانت ناجحه معاه جدا من اول مره. والنهارده كده زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو هنعمل مع بعض طريقه عمل القرص الطريه في فرن البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه جدا، بس في الاخر بتاخدي نتيجه ممتازه، طعمها وريحتها حلو قوي. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه، وان شاء الله كده مستنيه رايكم في التعليقات. واهم حاجه ما ننساش اللايك عشان الكل يستفيد. ويلا بقى كده نتابع الفيديو مع بعض على طول ونقول بسم الله. اول حاجه بقى عندي كده طبق، جبت بقى المنخل، هبدأ بقى انخل الدقيق. طبعا انا مستخدمه كيس من الدقيق، يعني كيلو واحد من الدقيق. طبعا بتستخدمي الكميه اللي انت عايزاها. هنا بقى كده دخلت كويس الاول بالمنخل طبعا عشان ندخل اللي هو الهواء بين ذرات الدقيق وبعضها. عندي بقى كده في طبق او بوله، هبدأ انزل بمعلقه صغيره من الخميره الفوريه، عليهم معلقتين كبار من السكر، وعندي كمان نص كوبايه من الميه الدافيه طبعا عشان ندوب الخميره مع السكر. بقلبها الاول كده كويس بالمعلقه، بعد كده بقى باخدها واركنها كده على جنب، وهنبدا بقى كده نجهز الدقيق بتاعنا. هنا كده الاول هبدا انزل بنص معلقه صغيره من الملح، وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج بودر، هقلبهم بقى كده كويس مع بعض بحيث ان انا بقلب الملح والبيكنج بودر مع الدقيق. بعد كده بقى عندي ده اللي هو القشطه الفلاحي، الوشه اللي احنا بنشيلها كده من على وش اللبن. طبعا ده قرص فلاحي طريه، يعني قرص فلاحي بقى نستخدم بقى اللي هو الخير الفلاحي زي القشطه. طبعا لو عندك قشطه كده بيشيلها من على وش من على وش اللبن، بنستخدمها في العجينه، مفيش اي مشكله. هنا بقى كده عندي كمان زبادي، الزبادي ده انا عاملاه معاكم على القناه، عملته كده بيطلع معاكي ناجح جدا. طبعا بنعمله بدون ماكينه وبدون جهاز زبادي وبدون فرن، بنعمله كده بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. وهنا بقى كده زي ما شفتوا طبعا ليا كوبايه الزبادي كبيره، باخد نصها. وهنا كمان هنزل بكوبايه من اللبن الدافي، طبعا بندفي اللبن، ونزلت كده باللبن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ببدأ بقى كده اقلب، طبعا في دقيق بياخد سوائل اكتر في دقيق بياخد سوائل اقل، طبعا احنا بنضيف السوائل على حسب الدقيق بتاعنا. الاول مبدئيا كده عندي كوبايه من اللبن بنزل بيها، وبعد كده بقى بشوف الدقيق بتاعي لو محتاج سوائل ببدأ كده ازود كده بالتدريج. طبعا الدقيق ده ياخد كمان شويه كده من السوائل، انا زودت كمان شويه من الميه، يعني بتضيف كمان شويه من الميه بحيث ان هي بتخفف معايا العجينه. يعني واحنا بنعجن باللبن برضو بنحط كده نسبه كمان بسيطه كده من الميه، بتخلي العجينه معانا كمان خفيفه وحلوه قوي. وهنا بقى زي ما انتم شايفين نزلت بقى بالخميره، بعد كده بقلب كل ده كده كويس مع بعضه. طبعا مش هنعجن بالسباتولا او بالمعلقه، الاول كده انا بقلب بيها، بعد كده بقى هبدا استخدم ايدي وهبدا بقى كده نلم العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا معاكم خطوه بخطوه عشان طبعا لو لسه معانا كده اخواتنا الحلوين كده لسه مبتدئين فيشوفوا معايا كده الطريقه الاول. هنا طبعا ببدا كده الم العجينه بتاعتي، ما شاء الله زي ما انتم شايفين العجينه اخدت السوائل المطلوبه ليها. هنا بقى كده خلاص العجينه كده ما شاء الله مش محتاجه بقى اي سوائل، ببدا كده المها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجه نعجن العجينه بتاعتنا كويس. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين بايدي كده وباخد شويه كده من الزيت، يعني مقدار كده اللي هو اللي عارفين الفنجان اللي هو بتاع القهوه الصغير ده، بناخده كده ملو زيت، بنبدا كده ننزل على العجينه بتاعتنا واحنا بنلمها كده في الاخر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. زي ما انتم شايفين انا اخدت كده فتحت ايدي كده وخدت شويه كده من الزيت، واخد كمان شويه بسيطين، ده بيكون مقدار الزيت اللي احنا بنستخدمه على العجينه دي، زي ما قلت فنجان صغير من الزيت. وببدا كده الم العجينه في الاخر بيه، طبعا ده بيخلي العجينه معاكي كده حلوه وما تلزقش معاكي في ايدي كده في الاخر. وهنا زي ما انتم شايفين عايزين العجينه بتاعتنا كده طريه نسبيا، يعني لا تكون طريه قوي ولا تكون يابسه، اهم حاجه خلي العجينه بتاعتك مظبوطه واخدميها كويس برضو في العجين، يعني افضلي كده بقوتك كده واديها كده بوكسات لغايه اما كده العرق كده او ماده الجلوتين تقوى معانا كده في العجينه، والعجينه تبقى معاكي كده ما شاء الله مطاطيه كده زي اللبانه او زي الاستك. اهم حاجه زي ما قلت ناجي العجينه بتاعتنا هتاخد معانا كده عجينه حوالي كده مده 10 دقائق، طبعا بعد ما بنلم كده السوائل في العجينه. وزي ما انتم شايفين هنا بدات هنا بقى خلاص عجنتها وخدمتها كده كويس، في الاخر بقى هبدا بقى كده المها. طبعا بعد ما بلمها بقى كده باللي ايدي كده بدهنه بسيطه كده من الزيت، وادهن كده وش العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
هنا كده باخد كده رشة بسيطة من الزيت ودهنت وش العجينة. طبعا الزيت اللي في ايدي كده بخلص فيه العجينة كده من تحت. بعد كده بقى بجيب اللي هو الكيس، اي كيس عندك، ببدأ كده افتحه وافرده كده. طبعا الزيت كان متبقي كده زيت كده في ايدي، بدهن كده وش الكيس وبخلي الطبق اللي مدهون بها الزيت كده على وش العجينه من تحت، واغطي بقى كده الطبق بتاعي او العجينه وبفوطه واغطيها واسيبها كده في مكان دافي مده التخمير. طبعا في الشتاء بتاخد معانا التخمير ساعه كامله، لو في الصيف هتاخد معانا نص ساعه. لو انت مستعجله افتحي اللي عارفه اللي هو فرن البوتاجاز، سخنيه مده دقيقه او دقيقتين، بعد كده اطفي نار البوتاجاز ودخلي كده الطبق في الفرن واقفلي باب الفرن. طبعا الفرن في الوقت ده بيكون دافي، بيسرع معانا في عمليه التخمير. هنا طبعا ده العجينة بتاعتي لما اختمرت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنا كده بعد ما ارتاحت معايا واتضاعف حجمها بالشكل ده، بعد كده ببدأ بقى كده اشكلها على شكل او كرات بحجم البيضة او ازيد من حجم البيضة شوية او ممكن على اقل شوية، طبعا على حسب حجم القرصة زي ما تحبي، سواء كانت صغيرة سواء كانت متوسطة سواء كانت كبيرة شوية. انا هعملها بالحجم ده زي مثلا قد حجم البيضة او ازود سنة. وهبدأ بقى كده اشكلها. طبعا بجيب صينيه مش بدينا اي ماده دهنيه خالص، انا ببدأ كده اشكل على طول وارصه كده على الصينيه. وبعد ما اشكل العجين بتاعي ببدأ بقى كده افرشه بنفس الكيس اللي انا فرشت بيه العجينه او وطيت بيه العجينه، واسيبه بقى كده. طبعا اول كوره او اول تشكيله انا شكلتها ببدأ بقى افرد بيها. طبعا هنا كده واحنا بنقرصها وبنسيبها على الصينيه بترتاح معانا كمان، وده طبعا واحنا بنفردها بقى بالسرعه معانا في عمليه الفرد. طبعا بيكون العجينه كمان ارتاحت معايا على الصينيه مده دقيقه او دقيقتين. وببدا ابدا بقى ابدا باول قرصه انا شكلتها هنا زي ما انتم شايفين. هنا بقى كده شكلت الكميه اللي موجوده معايا وغطيتها بالكيس، وهبدا بقى كده اجيب اول واحده زي ما قلت شكلتها وببدا افردها قدامي على الرخامه بالشكل ده. الاول كده باخد ايدي برضو دهنه بسيطه كده من الزيت وادهن كده سطح العمل قدامي، سواء كانت الرخامه او صينيه او اي حاجه انت هتفرد عليها. وبنبدا بقى كده نفرد القرصه بتاعتنا عايدينها بالسمك ده. طبعا تقدري تعملي السمك اللي انت حباه، بس اهم حاجه ما تزوديش، ما تخليهاش تخينه قوي ولا تخليها رقيقه قوي، ده بيكون اللي هو السمك المطلوب للقراص بتاعتنا النهارده. وزي ما قلت في قراص اللي هي الطريه اللي انا عملتها معاكم في طرق حلوه قوي، برضه هسيب لكم كده روابط الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا الطرق. وزي ما انتم شايفين ده كده بيكون سمك القرصه. طبعا انا في الوقت ده بكون جايبه صينيه وفرد عليها قطعه قماش، برص عليها طبعا القرص. طبعا بعد ما بفردها طبعا بيكون ورشه اللي بخلي وشه القرصه تكون كده وشها ملاصق لقطعه القماش من تحت، يعني ببدا كده اقلبها زي ما انتم شايفين، بخلي الظهر لفوق والوش كده لتحت. وطبعا ببدا كده رسوم واغطيهم كده بقطعه قماش تانية واسيبها ترتاح معايا كده على الصينيه مده نص ساعه او ساعه الا ربع. طبعا ليه انا بعمل كده؟ طبعا انا بعمل كده طبعا عشان اوريكم دلوقتي انا هسوي القرص ازاي وازاي تطلع معانا منفوخه وطبقتين كده في فرن البوتاجاز. وطبعا بعد ما فردتها ممكن نرص كده طبقتين طبعا على الصينيه، يعني بعد ما بتفردي الاول قطعه القماش على الصينيه وترص القرص، بعد كده برضو بتفردي قطعه قماش تانية على القرص وترص اللي هو الطبقه التانية. اهم حاجه ما رصيش اكتر من طبقتين، ويعني هي كل اللي معاكي ترص طبق او طبقتين. بعد كده بقى نيجي للتسويه في الفرن. طبعا ده كده اللي هو الفرن البوتاجاز زي ما انتم شايفين انا بوريكم. طبعا احنا هنحط الصينيه على اللي هي بلاطه الفرن بتاعت اللي هي الصاجه بتاعت الفرن ده من تحت، وبخلي الشبكه كده بقى بتاعت الفرن في النص بحيث ان انا لما اسوي القرص معايا تحت هبدا بقى اخد الصينيه وارفعها كده على الشبك بحيث ان انا احمرها كده تحت الشوايه. انا هنا كده بوريكم مثلا بسيب اللي هم الشبكه اللي احنا بنحط عليها او الحامل اللي احنا بنحط عليه الشبكه بتاعت الفرن، بحطه كده في الرف الوسطاني، يعني بسيب اتنين تحت واتنين فوق وبحط كده الشبكه في النص. بعد كده بقى بجيب الصينيه الالومنيوم اللي انا هسوي عليها القرص، بحطها بقى كده في فرن البوتاجاز، بسيبها الاول تسخن. في الوقت ده بيكون مولع الفرن على اعلى درجه اللي هي 260، بقفل باب الفرن بسيب كده الصينيه كده تسخن معايا مده 10 دقائق. وطبعا الفرن بيسخن معايا جدا. هنا طبعا بعد ما الصينيه كده سخنت معايا في الوقت ده بقى زي ما انتم شايفين هنا القرص ارتاحت وحجمها كده اتزايد شويه. اهم حاجه زي ما قلت سيب القرص ترتاح معاكي على الصينيه مده نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب درجه حراره المطبخ او على حسب درجه حراره الجو. وزي ما انتم شايفين هنا بقى خلاص بعد ما ارتاحت معايا هبدا بقى اجيب الصينيه. طبعا بعد ما سخنت معايا كويس في الفرن هبدا بقى اسحبها كده طبعا بقطعه قماش او بفوطه، وهبدا بقى كده ارص عليها. طبعا في الوقت ده بيكون وش القرصه زي ما قلت لتحت، بنبدا بقى ناخد القرصه نقلبها نخلي الارضيه لتحت والوش لفوق
ونبدأ بقى كده نرص في الصينية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا ده بيخلي القرص بقى معانا طبعا في التسوية، ان القرص كده تنتفخ معايا يعني، تبقى طبقتين تقب معايا كده في الفرن. هنا بقى دي كده ميزة ان احنا ناخد الصينية الاول نسخنها وبعد كده نرص عليها القرص. مش حابة القرص تكون منفوخة زي دي وتكون طبقة واحدة كده وتكون مثلا من قلبها كده اسفنج كده وهش. هتشوفوا معايا زي ما انا شفتوا كده الصور معايا في الفيديو كده من الاول، هسيب لكم برضو الطريقة. ده في الفرق بين اللي هو القرص اللي هي المنفوخة والقرص اللي هي الطرية اللي بتفضل كده قطعة واحدة. ده مثلا بيسميها اللي هي البكاكيني او الكماك او القرص الطرية او القرص الفلاحة، اي اسم انتوا بتحبوه سموه. وده بيكون بقى زي ما انتوا شايفين اللي هو التسوية، بنسوي كده في فرن البوتاجاز على اعلى درجة طبعا. بعد ما سخن الفرن كويس بدخل الصينية وبسيبها كده بقى، اول ما بتبدأ تحمر معانا من تحت هنبدأ ناخد الصينية دي وارفعها على الشبكة زي ما انا وريت لكم وحمرها كده تحت الشواية. طبعا البوتاجاز بتاعي ده بيولع من تحت بس، يعني بيولع من تحت لوحده ومن فوق لوحده، مش بيولع الاتنين مع بعض. لو عندك كمان الفرن بيولع من تحت ومن فوق مع بعض هيكون حلو قوي، هيخلي معاك القرص تنتفخ على طول. هنا زي ما قلت البوتاجاز بتاعي بيولع من تحت بس، بس طبعا فرن البوتاجاز بتاعي ده ما شاء الله النار بتاعته حامية جدا، فبتقوي معانا القرص وبتخليها كده ترتفع وتنتفخ على طول. اول ما بتبدأ كده تنتفخ وتحمر معايا من تحت ببدأ اخد الصينية واحطها على الشبكة في النص وحمر وش القرص، بتبقى معانا باللون القمر واللون الجميل ده ما شاء الله. شايفين قد ايه شكل القرص حلو قوي، يفتح النفس بجد. القرص بتفضل معاكي كده طبقتين، تقدر بقى تحشيها بقى مثلا اي حشوة انت تحبيها، سواء للاولاد للمدارس، سواء انت مثلا حابة تحشيها اي حشوة انت عايزاها، بجد بيكون طعمها حلو قوي. ده طبعا لوحدها مع حتة جبنة كده وكوباية شاي بيكون يا سلام جميلة جدا. اتمنى تجربوها ان شاء الله بتعجبكم. في الوقت ده طبعا بعد التسوية اول ما بسويها واطلعها من الفرن بجيب برضو الصينية مثلا واحط عليها قطعة القماش واطلع عليها كده القرص واغطي على طول بقطعة القماش طبعا عشان القرص تفضل معانا طرية زي ما هي كده، بترد علينا بترد من درجة حرارة الفرن. وطبعا باخد الصينية التانية بعد ما فضيت القرص عليها وببدأ كده ارص اللي هي الكمية التانية واسويها برضو بنفس الطريقة. هكمل كده الكمية وبرجع اوريها لكم في الاخر. طبعا زي ما قلت اول ما بسوي القرص بطلعها كده على الصينية واغطيها كده بقطعة القماش ترد من حرارة الفرن كده مدة ربع ساعة عشان تفضل كده محتفظة بطراوة القرص. بعد كده بقى بكشفها واسيبها تبرد وببدأ كده زي ما انتوا شايفين ده بيكون شكلها ما شاء الله حلو قوي، اتمنى تجربوها. طبعا بعد ما بتبرد معانا خالص بجيب اللي هي علبة التلاجة، اي علبة عندك محكومة الغلق كده بغطا، وارص فيها كده القرص بتاعتنا واحتفظ بيها في التلاجة. او عندك اكياس اللي هي اكياس التلاجة حطها كده وارصها في الاكياس وادخلها كده بقى في التلاجة وابدأ كده اسحب منها بقى على قد ما ناكل. وهنا بقى كده هوريكم شكل القرص القمر بتاعتنا، شايفين بقى كده شكلها ولونها كده التسوية مظبوطة واللون كده موحد من تحت ومن فوق، وكله كده القرص اللي موجودة معانا كده لونها واحد. هنا بقى كده هبدأ افتح معاكم واحدة، شايفين ما شاء الله تسوية من جوه ومن بره، شايفين قد ايه حلوة بجد، حاجة كده تفتح النفس وطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل كده اللي احنا عايزينه شوية دقيق بقى كده وشوية لبن شوية كده خير بقى كده هنعمل احلى قرص فلاحي طرية. شايفين قد ايه القرص طرية بجد جميلة جدا، تفطري منها بقى وتتعشي منها وتدي منها كده للاولاد للمدارس، بجد جميلة زي ما انتوا شايفين. اتمنى تجربوها بنفس الطريقة ومستنية كده رأيكم في التعليقات. وزي ما قلت اهم حاجة متنساش اللايك عشان الكل يستفيد. وده كده كانت طريقتنا النهاردة في عمل القرص الفلاحي الطرية بأسهل طريقة، وبكده بيكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والشير وتعليقكم الجميلة. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد، وان شاء الله كده تنتظرونا في وصفاتنا الجاية ودايما نقدم ليكم احلى الوصفات. ودمتم في حفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.